شيخنا نفع الله بكم. وبيك تفضل. استسمع حضرتك في سؤال، بالنسبة للمبادرة اللي عملتها الدولة المصرية أقول لك جائزة من باب اختيار أخف الأضرار. أنا كده كده كنت ستدفع الجمارك، فكونك تدفعها وتستردها ولو بعد حين أولى من أن تدفعها ولا تستردها، من باب اختيار أخف الأضرار. أحطها بالدولار وأخذها بالجنيه بعد كده. يا أخي أنا أقول لك كده كده كنت ستدفع جمارك، صح ولا أنا غلطان؟ صح يا شيخ. خلاص هتدفعها وتستردها أولى من أن تدفعها ولا تستردها.